تاعنا ولا فسي والله وصور من وقت لك طفيفة 30 25 فرنك قوتها في الزيت قوتها فيك الضربة كده هي فكرة والعقرب هذه تولد 101 من 101 ينجح واحد وتو تو بستكثر العقرب انا بتعرف علاش بستكثر على خاطر تولي عقرب اللي خلنا نلقطه في العقارب نيجيريا ملي تخلقت بل الاجيال اللي قبل قبلي يوفى السيزون تاع القرايه تحل السيزون تاع العقرب بالميكرو نهار الخميس السوق الاسبوعي نتاع معتمديه بن خداش الفرحه الكبيره وقت الناس مع بالميكرو والناس راهو الجمعه الجايه تتباع العقرب ما نقري فيه ما فيها حتى ثروات انا الانتاج ناقص اللي يبدل بو يخدم يا في ليبيا يا يخدم في المرمى كي يجوها ربع صغيرات يعاونوه على الديماراج نتاع العام في القرايه حاجه كبيره ياسر معنا يكلي الظاهرة هذه نتاع تلقيت العقارب معناها عندها سنين معناها في البلاصة هذه معناها يستغلوها الأولاد الصغار كمصروف كيعاونوا باطن في شريان كتب وشريان دبشهم وكل شيء وقت القراية ومصروف في الصيف وكل شيء أما رأي فيه برشا سلبيات كما تلد عقرب معناها ترسلها بابا يصرف عليه السبيطار وكذا ومرات ثم حتى اللي مات منها العقرب هذه ما الفقر وتلقاه باتهم ما عندهمش باش يصرفوا عليهم مثلا في الصيف وكل شيء لا يزوم البحر لا البحر ما يعرفوش يعرفوا كان العقرب فهمتني يجي يعني يستغل على الأقل قاعد في الدار يمشي يعمل دوره في الليل يلقط مصروف أنا فهمتني شوف حتى لونها كيفاش ثم واحده لونها هبطت تخرج واحده تخرج هبط يزي